عن احنا نقلنا بالامس على الهواء مباشره من عمان اذا تتذكرون وتابعتونا، نقلنا حفل الاعلان الاقليمي للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لهذا العام، والذي تضمن طرحا لوضع التعليم وما يواجهه من مشاكل، خاصه انه بات في مقدمه النزاعات المسلحه بدلا من ان يكون في طليعه بناء السلام، مما يبعد جيلا كاملا عن مقاعد الدراسة زاجا بهم لجبهات القتال الدائرة، خاصة في ظل عواصف الثورات الحديثة التي تنعكس سلبا على حق الأطفال في التعليم. زميلنا مشاهدينا عماد العضايلة تابع الإعلان أمس وقام بمقابلة مع شخصية قيادية ومؤثرة وفريدة من نوعها، هي الملكة رانيا العبدالله راعية الحفل، لإطلاعنا أكثر على وضع التعليم العربي وتجربة الأردن بهذا المضمار، خاصة وأنه يعد من الدول الرائدة في التعليم. إلى التقرير. نرحب بك جلالة الملكة في هذا اللقاء، وشكرا لك على قبولك اللقاء مع الام بي سي. شكرا عماد، وبحب أشكر قناة الام بي سي لاهتمامها بموضوع التعليم في العالم العربي بالذات بهذا الوقت اللي احنا بنمر فيه. نتحدث أولا عن يعني مشاركتك في هذا المؤتمر أو هذا الحفل، ما الرسالة التي ستوجهها جلالة الملكة رانيا العبدالله من خلال كلمتها؟ يعني زي ما حكيت، يعني احنا هلا بنمر بوقت مهم جدا التذكير بانه التعليم يجب ان يظل اولويه بغض النظر على الظروف او الامكانيات او الانظمه اللي موجوده. يعني زي ما انت شايف وطننا العربي عم بمر بظروف ومتغيرات سريعه سواء على المستوى السياسي او الشعبي او القيادي، ومرات بترافق هاي التغيرات بيصحبها فترة من الزمن اللي بتكون فيها عدم استقرار أو فقدان الأمان، وللأسف الضحية الأولى بهاي الظروف بيكونوا الأطفال والمدارس والتعليم. فأحياناً بيصبحوا الأطفال إذا ما بيروحوا للمدرسة بيصبحوا مجندون أو متسولون أو معنفون جسدياً أو نفسياً. فجاء هذا التقرير من يونسكو حتى يوضح ويبين العلاقة الوثيقة ما بين النزاعات المسلحة وعملية التعليم. فيعني يجب أن يكون في تضافر للجهود بيننا كلنا حتى نتأكد أنه العملية التعليمية تظلها مستمرة والتعليم لا يفقد أولويته بغض النظر على الظروف. يعني إحنا اليوم بوطننا العربي في 6 ملايين طفل خارج الصفوف المدرسية بالمرحلة الابتدائية، نصفهم في العراق والسودان واليمن وهي مناطق نزاع، ويمكن أنه يكون الأرقام زادت خلال الفترة الماضية. وللأسف يعني الخراب اللي بيصير خلال 3 شهور أو 4 شهور بده يمكن سنين وإمكانيات هائلة لتظبيطه. فيعني بنحاول انه نركز انه ضلها التعليم يضل اولويه لنا كلنا ان شاء الله. طبعا هذا من خلال ضوء النشاطات اللي اشرفتي على مؤسسات منها جائزه المعلم المتميز واكاديميه الملكه رانيا لتدريب المعلمين وغيرها من المبادرات، اين ترى جلاله الملكه الاردن في هذا المضمار؟ يعني بحمد الله الأردن بينعم بالأمن والاستقرار، وهي نعمة من الله يعني، وإلها أثر كتير كبير على البيئة التعليمية. وإحنا بالأردن تقريبا حققنا تعميم التعليم الابتدائي، فما في عندنا مشكلة بالنسبة للالتحاق، ولكن تركيز الآن على تحسين نوعية التعليم ومخرجاته. فمهم جدا أنه نحن نخرج جيل من الشباب والشابات اللي مسلحين بالإمكانيات اللي بتتوافق مع متطلبات سوق العمل. يعني إحنا بنعرف أنه بالعالم العربي نسبة البطالة بين الشباب توصل 25%، يعني ربع الشباب العربي ما بيشتغل. فإحنا لما منشوف أنه في نوع من الحزن أو اليأس أو الاحتقان بالشارع العربي، فهذا ما مش مفاجأة. يعني إذا الشخص مش قادر أنه يكون مستقبله ويبني عائلة ويطمح لمستقبل مشرق، فهذا وضع سلبي جدا. فيعني التركيز لازم الحقيقة يكون على المخرجات والنوعية، مش أنه التعليم مش أنه نعطي الطالب كمية كبيرة من المعلومات حتى يحفظها، لا، التعليم هو أنه نعطيه الأساليب والإمكانية أنه يتعلم من كل ما حوله. فالتعليم هي عملية مستمرة مدى الحياة، يتسلح بالقدرة على التحليل، السؤال، التفكير الخلاق، هاي الأشياء اللي إحنا بدنا ننميها بين طلابنا إن شاء الله. بالنسبة للمشاريع اللي ذكرتها قبل قليل، كيف تساعد أو تساهم في خلق فرص للتعليم للجميع؟ يعني أنا بالنسبة لي التعليم يساوي الفرصة،
الفرصة لأي شخص أنه يلعب دور في بناء وطنه، أنه يكون قادر أنه يطالب بحقوقه ويسأل عن واجباته. والعملية التعليمية حتى نرتقي فيها فيها كتير عناصر متداخلة ومتشابكة. فإحنا مثلا بالأردن من خلال المؤسسات المعنية بالتعليم بنركز على الأساسات الثلاثة والعناصر الثلاثة للتعليم، هي الطالب، المعلم، والمدرسة. فمثلا إذا إحنا بدنا نوفر التقنيات الحديثة في مدرسة، إذا ما هاي المدرسة ما بيوصلها كهرباء فما استفدنا. إذا إحنا بدنا مثلا ندرب المعلمين على آخر أساليب التعليم مش هيستفيدوا إذا كان الطلاب بيعانوا من سوء تغذية مثلا. فبالتالي لازم إحنا تكون نظرة للتعليم نظرة شمولية بتضم كل العناصر وبتعطي النتيجة اللي إحنا نطمح إلها إن شاء الله لطلابنا إن شاء الله. شكرا جلالة الملك على هذا اللقاء. بتخص الام بي سي في كلمتين يعني أنا بس بقول إنه كتير بحب أشكر الام بي سي لاهتمامها بهذا الموضوع. يعني التعليم ثم التعليم ثم التعليم هو أهم إشي لمستقبل الشرق الأوسط، حتى يكون مشرق، حتى يكون في تكافؤ في الفرص، وحتى إحنا نوصل للمستقبل اللي إحنا نطمح له إن شاء الله. شكرا جلالة الملك على هذا اللقاء. شكرا شكرا. أكيد نشكر الزميل عماد العضايلة ونضم صوتنا لصوت الملكة، وأنه فعلا يظل التعليم دائما له الأولوية بغض النظر عن ظروفه. وفي النهاية أيضا سلاح فيه ندافع وفي أيضا أنه إحنا نحمي نفسنا ونحارب بالضبط. فيه هي شكرت الام بي سي وإحنا نشكرها على أساس أن الإرادة السياسية لما تكون قوية ففي خطوات راح نشوفها على أرض الواقع، غير لما القيادة السياسية تبتعد عن أرض الواقع.